عندنا كدلك موديلها 49 متر مجمع المعارض، جاب لنا يشتكي من السلف، بعد الفحص حصلنا عنده الدقمة حتى السلف مكسورة انتم شايفين، وعنده كيبل يركب في السلف يركب في البطارية تجاري وتعبان. راح نركب له كيبل اصلي اللي رايح للسلف بإذن الله انها تجي. فكينا السلف، هذا السلف اللي كان راكب عليه دقمة، راح نغير له كيبل الطريق. هذا السلف اللي من عندنا اصلي، هذا قديم، هذا الكيبل البطارية اللي كان راكب عليه تجاري، هذا الكيبل الاصلي من عندنا راح نركبه، راح نركب له اسباب بطارية. الكدلك ركبنا له سلف وركبنا له كيبل البطارية، امورها طيبة، اشتغلت السيارة، بس عنده مشكلة في الحذاف، احنا بنغير الحذاف علشان ما يخرب السلف اللي ركبناه الجديد. هذا بنفك الجير، وفكينا الجير راح نصور لكم الحذاف وخربان. فكينا الحذاف حق الكدلك، هذا الحذاف اللي هنا متاكل زي ما انتم شايفين، شوف كيف خربان. هذا زياده من هنا، زياده هي ثبت يد عشان نشوف فرق كيف صاير. وهذا جيرها، تم الانتهاء من الكدلك، جاهز للتسليم ان شاء الله. ترفون الله كانت قحطان، اشتغلنا عليها، تغيير السلف، تغيير كياب البطاريه اصليه، وتغيير حذاف المكيو. ابغى اصور لكم اشتغال السياره. هذا اشتغاله بعد ما غيرنا السلف كياب البطارية والحذاف، شغل ما شاء الله. الله يبارك لك اخوي راتان، شايف خيرها وفيك شر، راجل النجاح، وضعنا حفر وباب، مرحبا ومسهلا بالجميع.